السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير؟ تنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. تنشكركم على الدعم ديالكم وكنرحب بكم وكنرحب بالناس الجدد معايا. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غادي نقدم لكم وجبة سهلة وكتجي بنينة بزاف. غنقدم لكم اومليت بطريقة رائعة. الى عجبكم تبقوا معايا حتى الاخير. على بركة الله نسمعكم للطريقة ديال التحضير. على بركة الله، على هاد الأومليت غنحتاج ليه البصلة مشلضة والفلفل مشوية وربعة ديال البيضات. الطريقة سهلة. هنايا في المقلة كنرد هاد البصلة مشلضة وغادي نزيد عليها زيت الزيتون وغادي نردها حتى تشحر مزيان، عاد غادي نزيد ليها الفلفل مشوية. صافي، هنايا كنخلي هاد البصلة حتى تنزل مزيان حتى تشحر. والكمية كتبقى على حسب الأفراد. وهنايا فاش كتحمر البصلة كنضيف عليها الفلفلة. نضيف الفلفل مشوية وغادي نعاود نشحرها مع البصلة جيدا. وهنا بعد ما تشحرات لي البصله مع الفلفله كنضيف واحد الحبه ديال مطيشه صغيره باش تعطيها على هذا الشكل. وهنا غنزيد شويه ديال الملحه، الملحه حسب الذوق، شويه ديال البزار او الفلفل الاسود، واحد شويه ديال الهريسه اللي كتبقى اختياري. صافي، هنا ضفت شوية ديال الهريسة. صافي، غادي نخلي هاد غنصوص قطعت مزيان. وكنقص عليه وكنخلي هاد المطيشة حتى تطيب وتعلق، تطيب مزيان وتطلق الما ديالها وتعلق، تعلق لاصوص بحال هاد الشكل. صافي، هنايا فاش كتب مطيشه صافي كنطفي عليه كيكون واجد. وهنايا عندي ربعة ديال البيضات كنضيف عليهم شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، شويه ديال الملح والقليل من الفلفل الاسود، وغادي نخلطهم جيدا. غادي نخلطهم جيدا وغادي ندير نقلب واحد شويه ديال الزبده ولا شويه ديال زيت الزيتون، وغنضيف القليل من زيت الزيتون في المقيله وغادي ندهنها جيدا وغادي نحط فيها البيض. وكنردها فوق النار تسخن واحد شويه، عاد غادي ندير فيها البيض. صافي، من بعد غادي نضيف فيها ربعة ديال البيضه. صافي، هنايا تنخليهم حتى يبداو يطيبو، نشوفو واحد شويه، عاد من بعد كنضيف لاصوص فوق منه والبوطه تكون مهيله. صافي، هنايا كنضيف لاصوص فوق من البيض. المهم راه فيا حضرتهم معكم بهذا الشكل، راه كيجيو زوينين بزاف.
والله صوص كيجي زوين، كيجي مع الفك زوين. كنخليوه حتى يبرد. صافي غادي نضيف هاد لاصوص، وغادي نضيف الزيتون الكحلي ولا الزيتون الاخضر على حسب المتوفر عندكم. والبوطه تكون معيله باش ما يتبش البيض اكثر من القياس. صافي هنايا كنضيف شويه ديال الفرماج الاحمر ولا شويه ديال الموتزاريلا، المهم ولا بلاش على حسب المتوفر عندكم، تيجيو زوينين بلا الفرماج. المهم البوطه تكون مهيله بزاف. وغادي نزيد واحد شويه ديال الزيتون الكحل الاسود. صافي غادي نغطي عليها باش يذوب هذا الفرماج. المهم راه كيجي زوينين بزاف، لاصوص كيجي رائع، كيجي بنين مع الكحار. وهذا هو الشكل النهائي ديال الاومليت، صراحه كيجي هائل، كيجي بنين بزاف، كيعجب الكبير والصغير. حتى نتمنى الى جاكم مشاهدينا الكرام اكيد الى جربتوه غادي يعجبكم، كيجي هائل. شكرا على حسن المتابعه، الى فيديو مقبل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.